هنعمل دلوقتي حاجه كده بودنج، يعني اكننا بناكل ايس كريم. هنجيب الموز، الموز حطاه في الفريزر قبلها بيوم خلاص، ونحطه بقشره مش نقطعه عشان بس ما يسودش، نحطه بالقشر بتاعه عشان يحتفظ بلونه الحلو ده. بطاطا مشويه، شايفين السكر الطبيعي اللي انا جايباه النهارده. عندنا حبه كريمه حلويات قد كده صغيرين، لو مش عايزين تحطوها هتحطوا لبن خالي الدسم لو عايزين تكملوا الوصفه من غير ما نحس ان احنا ايه بوظنا الدايت بتاعنا. بس هي هنا بالطريقه دي اصلا طعمها حلو، والكريمه كمان هتخلي فيها المطه بتاعه الايس كريم. فهنا موز فروزن مجمد، وهنا بطاطا مشويه، عندنا كمان قرفه، حبه قرفه، عندنا قرنفل مطحون. الحاجات دي بنحط منها رشات عشان بس ما تبقاش قويه. عندنا ميبل سيرب لو عايزين تحطوه في الاخر مفيش مشكله، ممكن نستغنى عنه ونحط العسل الابيض. عندنا كمان جوز الطيب برده رشه صغيره، يعني قرفه وقرنفل وجوز الطيب، دول كل واحد فيهم ايه رشه صغيره. هجيب الكبه هنا عشان بس الموز يتهرس بسهوله. اول حاجه الموز المجمد، معاه الكريمه، معاه بقى الرشه زي ما قلت رشه، ده القرنفل، القرفه. الوصفه دي وصفه اجنبيه وعجبتني جدا، ولما دوتها اتبسطت من الطعم قوي، وحسيت ان في سكر كده بيدخل الجسم طبيعي وفي نفس الوقت بيظبط المود، فهجربوها هتتبسطوا بيها قوي. طب هبتدي احط ايه البطاطا كده معلقه معلقه عشان تمتزج مع الايه مع الموز. بس انا كده حطيت شويه عين جمل عشان نحس احساس اللي هو الحاجات الفلافي مع الحاجات الكرانشي، بيبقى طعمها حلو كده واحنا بناكل الحاجات دي مع بعض. ادوقها كده واشوف ايه ناقصها حاجه. حلوه، شايفين وانا باخد معلقتين ورا بعض، حلوه قوي. مش حلوه بس، طعمها لذيذ قوي قوي. لذيذه لذيذه لذيذه. انا هوريها لكم دلوقتي. هنعمل بس ايه، هندلعها كده شويه بالميبل سيرب اهو، عشان الناس اللي بتحب الحاجه مسكره شويه، بس في واحده مش هحط عليها ميبل سيرب. ونحط هنا كمان ميبل سيرب، اوكي، وممكن بداله نحط عسل ابيض. وابتدي بقى اجيبها كده، هحط هنا كده، اعملوها وهتدعوا لي. الوصفه طعمها لذيذ، لو جالنا ضيوف بنقدم لهم حاجه صحيه وفي نفس الوقت طعمها حلو قوي، وهتغير لهم المود بتاعهم. اهم حاجه المود بتاعنا يتغير ويبقى احلى. نعمل ايه بقى، نزوقها كده تزويقه بسيطه.